بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل إن شاء الله دروس ماسترينج بايثون مع درس مهم نتناول في هذا الدرس إن شاء الله كيف نحول برمجيات بايثون إلى ستاند ألون أبليكيشنز أو إلى EXE فايل، بحيث أنه ممكن لما تعطيه للكلاينت، الكلاينت طوالي يشغل البرنامج عن طريق يعمل دبل كليك عليه أو ينفذه بالكوماند لاين مباشرة بدون الحاجة إنه يكون بايثون واللايبرز في بايثون موجودة على الأجهزة الديستريبيوشن. الأجندة راح نعطي تو اكزامبلز، واحد على تي كي انتر و اكزامبل ثاني بمشروع على البي واي كيو تي 5. هذول البرنامجين راح نتناولهم كيف نحولهم إلى اكس اي فايلز. طبعا هذا يشمل كل المكتبات الموجودة في بايثون، فإذا عندك أي برنامج موجود مكتوب في بايثون مستطيع تحوله إلى XE file. ورح نتناول ثلاث برامج بحول هاي البرمجيات ملفات بايثون إلى XE. أول واحد اللي هو Buy Installer، وهو مشهور جدا. الثاني اسمه Auto Buy to XE. الAuto Buy to XE هو حقيقة داخلية بنفذ Buy Installer، بس هنا بعطيك Graphical User Interface حتى تتحكم فيه. والاخير راح يسوي ان نستعمل السي اكس فريز، راح نشوف ارجوه كيف بدكم تعملوا سيت اب لفايل لبرنامج تبعكم بحيث انه لما تشغلوه يصدر اكس اي فايل. الان ملاحظه، هاي الملاحظه عامه، انه لما تنزل بايثون مباشره مثلا من البايثون دوت اورجانيزيشن وتحطوه على لوكيشن معين، سبوز انه انا حاطه مثلا على سي درايف على بايثون 3.7، بنلاحظ انه لما نعمل انستليشن لبايثون اصلا بعطينا اوبشن انه نضيفه على الباث، فانتم ضيفوه على الباث. ليش نضيفه على الباث؟ بحيث انه من اي فولدر ثاني ممكن اعمل رن لبايثون للاكس اي فايل، هاي موجود عندي هنا لبايثون دوت اكس اي، او السكريبتس سب فولدر يكون موجود على الباث كمان، عشان اي شيء موجود بالسكريبتس، اي برامج موجوده بالسكريبتس اقدر انفذها من اي مكان على الجهاز الحاسوب من اي فولدر يعني. فهي ملاحظه عامه لكل الدروس ولكل الابلكيشنز، انه لازم يكون في الباث تبع الويندوز، او اذا بتستعملوا لينكس او بتستعملوا او اس اي او اس لازم تكونوا الباثس الموجودين عندكم معرفين، بحيث انه في اي مكان موجود عندكم بالويندوز تستطيعوا انكم تعملوا اكسس للبرامج الموجوده في السكريبتس اللي اندر بايثون او بالمين فولدر اللي هو البايثون دوت اكس اي. بالويندوز حتى تعرف كيف تعمل تتاكد انه هذول موجودات، بتروحوا على السيستم بروبرتيز، من السيستم بروبرتيز تروح على الانفايرمنت فاريبلز، بس تكبسوا انفايرمنت فاريبلز تيجي عندكم هاي الويندو اللي هي الانفايرمنت فاريبلز، بتروح على الباث هون، هاي الباث الباث تكبس عليه بيطلع معك هون. لاحظوا انه موجود عندي هي او سي على البايثون 37، والبايثون 37 سكريبتس موجودين على الباثس، فهذول اي برامج موجوده داخل البايثون 37 او البايثون 37 السب فولدر سكريبتس راح ممكن انفذ هاي البرامج من اي مكان موجود عندي على الجهاز الحاسوب. فارجو انكم تكونوا انتم يعني عاملينها الشغله هاي، او هي اوريدي بتنعمل، بس في ناس بتخطى لما يعمل كونفيجريشن، لما يعمل انستليشن بايثون هاي الخطوه، وما بحط الباتس اللي تبعت سكريبتس تبعت بايثون 37 في اللوكيشن تبع البات تبع الويندوز. طيب الان حتى احول ملفات بايثون تو اي اكس اي فايل بدي اعطيكم اكزامبلز، فانا اخترت اول اكزامبل اللي هو استعمل تي كي انتر لايبرري. طبعا انا عامل هنا عندي بايثون ماي ستاف هالو بروجكت سب فولدرز، وعندي برنامج اسمه هالو دوت بايثون. فهي البرنامج سهل جدا، برنامج كل ما هناك بعمل امبورتنج لللايبرري اللي تي كي انتر، وبدي اعمل انا هون في بطن على الويندوز هون، لما اكبس على البطن هذا بده يظهر لي هاي الكلر بوكس تبع الويندوز، ممكن اعمل كليك على اي كلر هون واكبس اوكي، بس اكبس اوكي بيطبع لي الكلر هون. فعندي بس 3 4 لاينز هاي البتن اللي بتعرفوا عندي هنا، وعندي هنا الجيت كلر،
كوماند لاين لما اكبس على البتن بروح بنفذ لي الجيت بتن. الجيت بتن بيعمل اسك كلر، هاي الكلر اسك كلر، ولما اختار كلر واكبس اوكي بيطبع لي الكلر على الشاشه. فهي اول برنامج مشروع احنا بدنا ننفذه وبدنا نحوله ل اكس اي فايل. في عندي مشروع ثاني كمان على الباي كيو تي 5 اللايبرري، هاي معروفه كمان. ففي عندي هنا كمان بروجكت 2 بدي اسميه، هذا بروجكت 2، هذاك اسمه بروجكت 1 وهذا اسمه بروجكت 2. فزي ما انتم شايفين عملت امبورتنج للبي واي كيو تي 5 وعملت التو فانكشنز الموجودين عندي هنا او 3 فانكشنز، واحد بعمل انشاليزيشن، واحد بعمل لي الاوبن دايلوج بوكس اللي هو الكلر هذا. فلما اكبس على الكلر هون، لما اكبس على البتن تبع الكلر تظهر لي الكلر هون، ولما اختار الكلر واقول له اوكي بيطبع لي الكلر نيم. طبعا اللي مش عارف الباي كيو تي 5 ممكن يرجع على درس الباي كيو تي 5، شارح انا هاي اللايبرري بالتفصيل وحاط عليها كثير اكزامبلز، فممكن يرجع لللايبرري اللي هي الباي كيو تي 5 او التيكي انتر. فهذول البرنامجين، او اذا طبعا عندك انت يعني برنامجك الخاص بغض النظر على الباي كيو تي 5 او التيكي انتر، اذا عندك برنامج اي برنامج انت عامله ممكن تستعمله كمثال على نحوله من برنامج بايثون الى اي اكس اي فايل او ستاند الون ابلكيشن. طيب خلينا ناخذ احنا اول برنامج بحول لنا ملفات بايثون من دوت باي الى اي اكس اي فايل او ستاند الون ابلكيشن. راح هاي اللعبة طبعا اللي هي اسمها باي انستولر. فهاي اللعبة حتى استعملها لازم اعمل بيب انستول باي انستولر، لازم اعملها انستليشن. طبعا لما تعملها انستليشن هي بتصير داخل السكريبت اللي جوا السب فولدر تبع البايثون. ف مجرد ما اعمل انستليشن بقدر اني اتعامل مع هاي اللايبرري بالكوماند لاين بالكوماند. عشان هيك انا قلت لكم على الباث انه خلي السكريبت تبع البايثون الباث تبعه موجود بالويندوز، بحيث انه من اي مكان تستطيع انكم تعملوا رن للابلكيشنز اللي ممكن انت تعملها انستليشن. طيب الان شفنا قبل شوي تيكي انتر اكزامبل، فانا حاطه على بايثون على ماي ستاف على هالو بروجكت. فحتى احول الهالو الهالو دوت بايثون اللي احنا شفناه قبل شوي بالتيكي انتر، بقول له باي بالكوماند لاين، بروح على الكوماند لاين بقول له باي انستولر سبيس هالو دوت باي. فالباي انستولر بده يحول لي الهالو دوت باي الى اي اكس اي فايل. فببدا يشتغل هنا، ببدا يشتغل ماشي الحال، ولما يشتغل ويخلص راح الاقي عندي انا سب فولدرز. اول شيء كان بس انا عندي الهالو دوت باي، الهالو دوت بايثون اللي هو زي ما انتم شايفين هون، زي ما انتم شايفين هون لما انا بديت اشتغل انا حطيت في سب فولدر اسمه بايثون، جواته سب فولدر اسمه ماي ستاف، سب فولدر اسمه هالو بروجكت، وكان في عندي الهالو دوت باي اللي هو باول بروجكت، بروجكت رقم واحد اللي هو تيكي انتر. فحتى احوله ل اكس اي بقول له باي انستولر، بروح على اللوكيشن هذا لوكيشن بقول له باي انستولر هالو دوت باي. لازم اكون طبعا جوا هذا اللوكيشن هون حتى يتعرف على هذا الابلكيشن. فبقول له باي انستول سبيس هالو دوت باي. بمجرد ما اعمل هيك راح يسوي لي عده شغلات، راح يشوف البرنامج تبعك ويشوف شو اللايبرز اللي جوا البرنامج. مثلا انا مستعمل تيكي انتر، فهو لحاله بيجيب كل شيء له علاقه بالتيكي انتر له علاقه في برنامجك وبحطه وبعمل هنا هاي الفولدرز، بعمل هاي الفولدر الاول والثاني والثالث وبعمل هالو دوت سبيسيفيكيشن. هذول احنا مالناش دخل فيهم. فاروح بكبس، انا بكبس على الديست ديستريبيوشن، يعني بكبس ده بعمل دبل كليك، بعد الديستريبيوشن بعمل كليك على هالو، بيجيني عده ملفات وعده فولدرز. هذول هم الملفات اللي انت بدك تاخذهم معك عشان توزعهم على كلاينت سايت. بلاحظ انه صار عندي هالو دوت اي اكس اي، هالو دوت اي اكس اي فايل. فهاي هي اسهل طريقه حتى اني احول بايثون ابلكيشن دوت باي الى exe فايل. طبعا هذول كثير مهمات يكونون موجودات على نفس السب فولدر، ما تلعبوا فيهم على الاطلاق ولا السب فولدرز هذول، ما تاخذوا بس لحاله الهالو دوت اكس اي، تاخذوا الهالو دوت اكس اي زائد هذول كل الملفات، كل الملفات يعني تاخذوا كل الديستريبيوشن، تاخذوا كل الديستريبيوشن معكم
على الجهاز اللي ننزل عليه البرنامج الهلو، وبتعمله كوبي بيست للديستريبيوشن، وبس تعمل كليك دبل اي اكس اي على الهلو بيشتغل معك الكلر سيلكتر. فهذا اول برنامج بدنا نستعمله، وزي ما انتم شايفين سهل جدا. كل ما هناك بس قلت له اعمل باي انستولر سبيس هلو دوت بايثون برنامجي. طبعا اذا عندك برنامج اسمه مثلا اي بي سي تقول له باي انستولر اي بي سبيس اي بي سي دوت بايثون، بتكون على نفس اللوكيشن تبع البرنامج تبعك، وبتعمل له اكس اي، فهو بيعمل هذول السب فولدرز، بتروح على الديستنيشن، بتروح على اسم برنامجك، وبتروح بتلاقي انه سوى عندك اي اكس اي فايل، فبتعمل اي دبل كليك بيشتغل معك بدون اي مشاكل. هاي اول طريقه. طبعا نفس الطريقه هاي انا ممكن اني احط كل الديستريبيوشن فايلز في ملف واحد اي اكس اي فايل. فحتى اعمل الطريقه هاي بقول له باي انستولر، بحط هنا داش اف زي ما انتم شايفين، وبقول له هلو دوت بايثون يعني، او بتقول له وان فايل. فهذا شو بس يتنفذ بيعمل لي، طبعا بيعمل فولدرز وبيعمل ديستريبيوشن، وجوا الديستريبيوشن بيعمل بهلو دوت اكس اي واحد بدون اذر، بدون الملفات الاخرى. بس لاحظوا كبر، صار تقريبا 8 ميجا بايت. انا لا احبذ انه كل شيء يكون داخل الاكس اي فايل، لانه ممكن يكون مثلا اذا برنامجك معقد ممكن يصل لمئات الجيجا بايت الميجا بايت، فهذا نوت بيست براكتس. خلوه زي الطريقه الاولى، فما تستعملوا الداش اف حتى انكم ما تحطوا كل شيء في ملف واحد exe فايل، يعني تاخذوا كل الملفات all together مع exe فايل وبيشتغل معك على الكلاينت سايد بدون اي مشاكل. فهي الطريقه الاولى اللي قدرت اني استخدم الباي انستولر. طبعا في كثير اوبشنز موجوده بالباي انستولر. البرنامج الثاني الجديد اللي راح نشوفه بعد شويه هو بيستعمل الباي انستولر بس في جرافيكال يوزر انترفيس بسهل عليك التعامل، كيف تتعامل مع الملفات وتحولهم لـ EXE زي ما راح نشوف بعد شوي. نأخذ مثال ثاني للباي كيوتي 5. أنا عامل هنا على الفولدر هذا، لاحظوا أنا عامل بالهلو بروجكت 2، عامل برنامج اسمه باي كيوتي 5 underscore color dot by موجود على الباي كيوتي واللي شرحت لكم اياه في البدايه. فحتى احوله ل اكس اي بقول له باي انستولر سبيس باي كيوتي 5 اندرسكور كلر دوت باي. لما اعمل هاي الكوماند لاين هو بيعمل فولدرز، بتروح على الديستريبيوشن، بتروح على باي كيوتي 5 اندرسكور كلر، بتلاقي انه هي عمل لي اكس اي فايل، بس تعمل دبل كليك عليه بيطلع عندك الويندو هاي، بس عليها بيطلع عندك الكلر اللي انت بدك تظهر اللي هو ديالوج بوكس. هذا طبعا فيري سمبل كمان اكزامبل كيف اني احول انا باي كيوتي 5 ابلكيشن انبنى بهاي اللايبرري الى اي اكس اي فايل زي ما انتم شايفين عندي هون. فيري ستريت فورورد، فيري سمبل، مش المفروض تلاقوا اي صعوبه فيه. طبعا اهم شيء زي ما قلت لكم تكون انتم حاطين عاملين انستليشن للباي انستولر، والسكريبت اللي السكريبت في السب فولدر اللي جوا البايثون لازم يكون معرف في الباث زي ما حكيت بالبدايه. طيب الان بناخذ الطريقه الثانيه اللي بدنا نحول فيها الملفات ل اكس اي فايل. هاي الطريقه يوزنج الاوتو باي دوت اكس اي. طبعا لازم تكونوا انتم عاملين بيب انستول باي انستولر، ولازم تكونوا انتم عاملين بيب انستول اوتو باي تو اكس اي بالطريقه هاي، لازم تكون عاملينهم انستليشن ماشي الحال. طبعا هذا البرنامج it uses the graphical interface using the EEL and the by installer، يعني هو ضمنيا هذا البرنامج بيستعمل by installer لكن بعطيني هذا الانترفيس. فلما اروح على command line انا واقول له auto by to exe واكبس انتر بشغل لي هذا البرنامج. طيب هذا البرنامج سهل جدا. فلو بدي نفس الهلو ابلكيشن تبع TK انتر انفذه، فهو انا بروح بعمل براوز ماشي الحال، بعمل براوز وبختار انا الهلو دوت باي، وهو انا بقول له مثلا بدي اياه بون فايل او ون دايركتوري. طبعا ون فايل بيعمل لي كل شيء، بون فايل ممكن انت تعمل ون دايركتوري اذا بدك، والكونسول اذا بدك اياه يكون الكونسول يظهر معك الكونسول الاسود او ما يظهر لما تنفذ البرنامج. هذا مثلا بدي اعمله انا بس ويندو بيست فما بدي الكونسول يظهر، فبالطريقه هاي فبعمل ون فايل و
بعمل الويندو بيست. لاحظوا بالكرنت كوماند شو بسوي لي، هو داخليا حقيقه بعمل الباي انستول، شايفين بعمل اوبشنز وبحط الهلو وبقول انا بدي يكون وان فايل هون عشان انا مختار وان فايل، وبدي يكون عندي بس ويندو بيس. ويندو بيس زي ما انتم شايفين عندي هون، هو بعمل داخليا نفس الباي انستولر بس بعملها كمان المور اوبشنز. لما اقول له كونفرت بثر عندي هون على سب فولدر جوا الاوتبوت تبعي، الملف تبعي بيظهر اوتبوت، وجوا الاوتبوت بيظهر عندي الهالو دوت اي اكس اي فايل، بعمل دبل كليك عليه بيشتغل معي بدون اي مشاكل. فهي الاوبشنز اللي سهلات، انه انا بختار ايش البرنامج اللي بدي اياه، بختار بدي وان فايل او بدي اياه على وان دايركتوري عشان احط له احط لي كل الديستريبيوتد فايلز، بختار اني بدي الكونسول يكون ويندو ولا بدي الكونسول يكون كونسول بيست. فاذا عندك ويندو بيس خلاص اختار ويندوز، اذا بدك اياه كونسول بيس بتختار الكونسول بيس. بكل سهوله وبكل يسر نعمل الحكي هذا. طيب في كمان اذر اوبشنز، مثلا ممكن البرنامج نفسه اللي اخترته تختار الايكون، شو بدك بعد على ويندوز مثلا ممكن هون تختار الايكون دوت ايكو. طبعا ممكن انت تنزل من النت الايكون اللي بدك اياه تيوز او انت تستعمل يور اون ايكونز. فالايكونز ممكن تختار ايش بدك الايكون ريبريزنتيف ل ليور ابلكيشن. وكمان في شيء مهم جدا، لما تعمل ابلكيشن ممكن مثلا يكون فيها عده ملفات بدك اياه يكون يعني يشملهم هذا الديستريبيوشن. مثلا انت عامل مثلا هيلب فايل دوت تكست، عامل مثلا داتابيس ابلكيشن، بدك الداتابيس ابلكيشن داتابيس اتسلف يعملها بندل يعني يجيبها مع نفس الديستريبيوشن ويحطها بالديستريبيوشن فايل. فممكن عن طريق الاديشنال فايلز تقول له اد فايلز او حتى اد فولدر كامل في كل شيء بدك اياه. مثلا سبوز انه عندك انت مثلا 5 ايمجز بدك انت تعملهم ديستريبيوشن مع الاي اكس اي فايل، فتختار مثلا الفولدر اللي فيه كل الايمجز هاي او تختار اد فايلز وبتضيفهم هون عندك قد ما بدك، وبتكتب تعمل كونفرت بايثون تو اي اكس اي بيشتغل معك بدون اي مشاكل. راح تشوف انه في عندك بالسب فولدر اوتبوت فايل وفي الاي اكس اي فايل موجود وبدون اي مشاكل. فهي الطريقة الثانية اللي احنا سويناها. طبعا في other options advanced options ما في يعني ما في داعي هسه اتكلم فيهم لانهم very very advanced لل very sophisticated applications، فممكن تدخل عليهم وتشوفهم واحدة واحدة على حسب الاشياء اللي انت بدك اياها. طيب اخر طريقة اني احول البرنامج الى exe file عن طريق cx freeze. الان cx freeze بدك انت تعملها انستليشن، فبتقول له بيب انستول سي اكس فريز، فلازم تعملها انستليشن. هي اول شغله. الشغله الثانيه لازم انت تسوي لليور ابلكيشن سيت اب فايل دوت بايثون، هذا بده يكون نفس الفولدر اللي انت يور ابلكيشن موجود عليه. فبكل سهوله خلينا بنشرحها بشكل عام، بدك انت تعمل في سيت اب فايل عده شغلات. بدك تعمل امبورت مثلا للسيستم لل 6 سي اكس فريز، تختار منه سيتابل اكسكيوتابل البيلد اكس اي اكس اي اوبشنز، مثلا هاي الباكجز اللي بدي اعملها مثلا انكلودنج اللي هو الاو اس. هون مثلا بدي البيس تبعي بده يكون نان، اذا كان عندي انا ويندوز 32 بت بدي اخلي البيس يساوي ويندو 32 جرافيكال يوزر انترفيس. طبعا اذا 64 ما في داعي لهي. وبسيت اب هون بحدد شو بدي انا اوبشنز، فبقول له مثلا اسم الابلكيشن نيم اللي هو جرافيكال يوزر انترفيس وريفر اف او او فيرجن 0.1 ديسكريبشن ماي جرافيكال ابلكيشن. الاوبشنز اللي هي تبعتي اللي هي البيلد اوبشن اللي هي البيلد اي اكس اي اوبشنز اللي انت حاطهم هون، والاكسكيوتابل اللي هو اكسكيوتابل الملف اسم ملفك graphical user interface foo.python، هذا هو اسم برنامجك اللي انت بدك تعمل له exe. فلاحظوا عندك setup file وعندك هون اسم البرنامج اللي انت بدك تحوله ل exe، والbase يساوي البase اللي هو موجود عندك هون. طبعا هسه بعطي مثال كامل على الهلو، بتشوف كيف حتى ممكن يتغير هذا شكله زي ما راح نشوف بعد شوي. خلينا الآن نجرب الهلو.باي على السي اكس فريز ونشوف كيف بدنا نشغله. احنا حتى الهلو.بايثون نحوله لاكس اي بنروح على الفولدر تبع الهلو.بايثون، بنروح على العصب فولدر وبنعمل سيت اب فايل بايثون سيت اب فايل اسمه سيت اب دوت بايثون.
setup.python اسمه setup.python. هذا هو السيتاب. السيتاب هذا فيه عدة شغلات زي ما شرحنا قبل شوي. نعمل importing للLibraries بالطريقة هاي، نعمل import للCX freeze import setup executable، والbase يساوي none، والexecutable يساوي executable hello.py. فهي أنا عرفت إنه أنا بدي أستعمل الhello.py حتى أحوله ل standalone application أو لexe file. البيس اللي هو بيس الباكجز تيكي انتر، او حطه هاي يعني امتي، هون مش مشكله لانه هو لحاله بيعمل فيجر اوت. لما يدخل على الهلو باي بلاقي انه انا عامل امبورتنج تيكي انتر، فهو بيستدعي يعني واي. هاي الاوبشنز اللي هو بيلد اكس اي، بحط الباكجز يسوي باكجز، والسيت اب فايل بحط كل الاوبشنز هاي، النيم للابلكيشن هلو يوزنج تيكي انتر اوبشنز هم نفس الاوبشنز اللي هون، الفيرجن 1 ديسكريبشن ماي فيرست اكزامبل يوزنج تيكي انتر، والاكسكيوتبل اللي هم اكسكيوتبل اللي هم موجود عندي هون. فهو لما اروح على الكوماند لاين الان بقول له بايثون سبيس سيت اب دوت باي سبيس بيلد، فهو بيجي على سيت اب، هذا هي سيت اب فايل، بشوف انه بده يحول الباي هلو دوت بايثون انتو اكس اي فايل، فبيحوله انتو اكس اي فايل زي ما راح اشوف بالسلايد اللي بعد هذا. هي لما نفذت الكوماند البايثون سبيس سيت اب دوت بايثون سبيس بيلد، طبعا لازم انا اكون على الكرنت فولدر اللي شغال عليه انا بمشروعي. لاحظوا انه عمل لي بيلد فايل، بيلد في السب فولدر، جوا البيلد سب فولدر هي البيلد، في عندي exe win amd 64 الى اخره، بلاقي انه هي عمل لي الهالو دوت exe فايل. طبعا بتاخذ كل انت البيلد على الكلاينت سايد وبتعمل له غاد على الكلاينت انستليشن او بتعمل له تنزله، فبيشتغل المفروض يشتغل معك مباشره بدون ما تحتاج الى بايثون. هنأخذ آخر مثال نفسه المثال اللي قبل شوي على بس نشتغل فيه على البروجكت 2 اللي هو الباي كيو تي 5. الباي كيو تي 5 لاحظوا انه هاي عندي السيت اب فايل نفس السيت اب اللي انا عملته قبل شويه، بس حطيت هنا انه انا بدي اعمل اكس الى الباي كيو تي 5 اندرسكور كلر دوت بايثون، وهي سيت اب فايل، فبقول له هنا بايثون سبيس سيت اب دوت بايثون سبيس بيلد، وبكبس انتر على الكوماند لاين، لحاله راح يسوي لي اكس اي فايل زي ما انتم شايفين عندي هون جوا السب فولدر هذا اللي انا شغال عليه اللي هو هلو بروجكت 2. في راح يعمل بيلد سب فولدر جواته اي اكس اي وين، جواته في راح يكون عندي الباي كيو تي 5. لما تعمل دبل كليك عليه بتظهر عندك الويندو هاي، بتعمل هيك كليك بتظهر معك الكلر سكيما هاي، بتكون انت هيك عملت اي اكس اي فايل عن طريق السيت اب فايلز. هيك بنكون خلصنا هذا الدرس، درس سهل، بس في طبعا other options very advanced options انت ممكن تدخل فيها بالتفصيل حتى تشوف شو اللي بيناسبك حسب اللابز اللي انت مشتغل عليها والاشياء اللي بتساعدك تعملها including. واشوفكم ان شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.